لا توقف، قول انت انا بكون اول شخص يبحث عن المهارة، لان مهارتك هي قيمتك. نكون قدوة لابنائنا والاجيال اللي تحتنا ان شاء الله. اؤمن ان ما في شيء اسمه مستحيل. اسمي محمد مطر الشامسي، حاصل على وسام اوائل الامارات كاول خبير روبوت دولي اماراتي. بديت مرحلة مجالي في مجال الروبوت من أنا صغير، كان حلمي أن يكون عندي روبوت. بعد ما خلصت الثانوية العامة حبيت أدخل في مجال مش أني فقط أتعلم فيه، مجال أقدر أطور وأبدع فيه. فشفت مجال الروبوتات هو المجال اللي هو مجال المستقبل ومجال ممكن إحنا ندخل ونبدع فيه، فاخترت مجال الروبوتات. التحقت في كليات التقنية العليا ودخلت في مسابقة للروبوتات فيها، وكنت وحصلت على المركز الأول في هذه المسابقة. بعدين تم ترشيحي لأمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في مسابقة المهارات العالمية في اليابان. تعلمت أشياء كثيرة، تعلمت مثل ما اليابان تقدر تصنع الروبوتات، نحن في الإمارات بعد نقدر نصنع الروبوتات. رجعت للإمارات وقلت لازم أحقق إنجاز جديد في الإمارات. فبعد ما رجعت خلال 3 شهور اخترعت أول روبوت إلي. هذا الروبوت من خلال الهاتف نقدر نتصل نشوف شو اللي صاير في البيت ونتحكم فيه. من خلال هذا الروبوت تم اختياري كأفضل 100 مخترع عربي، وحصلت على ميدالية الذهبية في على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. بعدها قلت لازم استمر في مجال الروبوتات، وقلنا لازم نسوي أشياء جديدة. فبحثت عن مجموعة من الشباب في الإمارات بحيث نحن نشتغل مع بعض ونطور مجال في مجال الروبوتات، ولكن ما حصلت مكان. فقلت ليش ما نأسس نادي للروبوت. فأسست أول نادي للروبوتات في كلية التقنية العليا، ومن خلال هذا النادي جمعنا الشباب واشتغلنا مع بعض بحيث ان احنا ننمي مهارتنا ونطور مهارتنا في هذا المجال. بعدها تم اختياري اني امثل دولة الامارات العربية في مسابقة المهارات العالمية كخبير للروبوتات، وكنت انا اول خبير روبوتات اماراتي في هذه المسابقة. في عام 2014 كان بالنسبة لي هذا عام مختلف وعام متميز بالنسبة لي، لما جاني اتصال ان تم ترشيحك لحصول على ميدالية أوائل الإمارات، فكان هذا الشيء خبر جدا سار. ففي يوم التكريم وأنا أتحرك يعني للمنصة وقابلت سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، كان هذا الشرف كبير بالنسبة لي أني أقابل الشيخ ويعطيني وسام أوائل الإمارات. في هذه اللحظة قال لي الشيخ: يا محمد، الروبوت هو المستقبل، استمر فيه. هذا الوسام لما استلمته كان بالنسبة لي عبارة عن مهمة جديدة أني أستمر في هذا المجال وأطور مهاراتي في مجال الروبوت، وأن ننتقل من المحلية إلى العالمية. بعد ما حصلت على هذا الوسام دخلنا في مسابقات ثانية وبدينا نحن نستمر في هذا المجال، ونشوف أن مجال الروبوتات هو مجال ممكن نبدع فيه، وفي مجال كبير أنه في الإمارات نصنع روبوتات، مش فقط في الإمارات، حتى نقدر نصدر هذه الروبوتات إلى العالم. اليوم لو سألنا عمارنا الإمارات شو أعطتنا، ما راح نقدر نحصر كل هالأشياء اللي أعطتنا الإمارات من اليوم لباكر. لكن لو سألنا أنفسنا نحن شو أعطينا الإمارات، راح نشوف اللي أعطيناها أشياء قليلة جدا من اللي نحن حصلنا. اليوم نحن كمواطنين نقدر نخدم بلادنا، ونقدر نطور مهاراتنا، والمهارة اللي عندنا هاي راح نقدر نفيد فيها المجتمع، ونقدر نشارك ولو شيء بقليل. يعني نصيحتي لكل الشباب أن الشخص يبحث عن مهارته ويكتشف المهارة اللي هو يحبها ويقدر يبدع فيها، يطور من المهارة الموجودة عنده هاي، ومن خلال هذه المهارة راح تبني لك قيمة، وتقدر من خلالها تخدم مجتمعك بأشياء كبيرة ما كنت أنت متوقع أنك تقدر تسويها. فأتمنى من الشباب يبحث عن المهارة، لأن مهارتك هي قيمتك.